السلام عليكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. اليوم معنا مراجعة الهاتف الجديد من نوكيا 105 موديل تي أي 1174. هذا هو علبة أو صندوق الهاتف أو البوكس تبع الهاتف. كما ترون نوكيا 105 الجيل الرابع، لأنه كان سابقات النوكيا 105 في 2015 وبعد 2017، وكان في 2016 حسب ما أتذكر، أو أقدم من هذا عفوا. وهذا الإصدار الجديد، ما يميز هذا الإصدار عن السابق سابقاته هو المعالج اللي استخدم في مع هذا الجهاز. المعالج اللي استخدم هو SPD رام SC6531 EFM. الهواتف السابقة من هذا النوع كانت بمعالجات MDK. هنا بعض المواصفات مذكورة على علبة الجهاز، انه يمكنك التكلم بصورة مستمرة على الجهاز، او الجهاز ينطيك مكالمات بمقدار 14 ساعة. اما اذا تركت الجهاز على وضع الخمول او الستاند باي فراح يشتغل عندك 18 يوم، يعني هذا تحمل البطارية. الجهاز معاه كشاف، اوكي. ابعاد الشاشه بالانج هو 1.77 او 1 عفوا فارزه 77. الجهاز له ذاكره تخزينيه للاسماء او جهات الاتصال هو 2000 اسم. طريقه الشحن عن طريق منفذ USB وطريقه عمل سوفت وير له، مع مذياع او راديو FM. محتويات العلبة هي الجهاز والبطارية وكتيب التعليمات والشاحن. أنا شاهدت بعض الأنواع معها هيدفون أو سماعات الرأس. كما ذكرتكم الموديل الجهاز أو طراز الجهاز هو TA1174. هذا هو الجهاز مثل ما ترون. الجهاز ما شفت له غير يعني انه احاد السيم كارت. هنا عندنا الجهاز ثنائي السيم كارت، يعني بشريحتين ثنائي الشريحه. الجهاز تصنيعه في فيتنام. الجهاز غير مدعم بكاميرا او شريحه لقراءه بطاقه الذاكره ميموري كارد. راح نضع به البطاريه. مثل ما اخبرتكم الجهاز ياتي مع بطاريه وشاحن والكتيب. اللي لفت انتباهي بهذا الموديل هو اختلاف الصوت، النغمه المستخدمه مع الجهاز. طيب هذا اول شيء. الامر الثاني، اللغة العربية تشبه اللغة الموجودة بالأجهزة الصينية أو الأجهزة المقلدة أو الأجهزة الكوبي أو الأجهزة الكلون، وكأنه الجهاز مقلد. ولكن ليش مقلد؟ الجهاز أصلا اتأكد من المصدر الموثوق ومن الشركة نفسها. كما ترون هذه هي الواجهة العربية. راح نتأكد من إصدار السوفت وير عفوا. إصدار السوفت وير هو الإصدار العاشر. طيب لدينا بعض المعلومات عن الجهاز أيضا، أنا مخزنها على الكمبيوتر عندي على الحاسوب، راح أشوفكم إياها. بطارية الجهاز 800 ملي أمبير. أبعاد الشاشة اللي هي 1.77 إنش او بالمليم 119 في 49 في 14 مليم. نوع الشاشه هي ثين فيلم ترانستر ليكويد كريستال TFT. دقه الشاشه بالبكسل هي 160 في 120. الوزن بدون البطاريه هو 73 غرام. الذاكره العشوائيه او الرام 4 ميجا. الذاكره الداخليه عفوا أربعة ميجا بايت.
عفوا، نوع منفذ الشحن هو مايكرو يو اس بي، وايضا كما ذكرنا للسوفت وير. ترددات العامل هي 900 الى 1800. انا تحدثت مع الشركه بخصوص يعني كون نوع الخط المستخدم في البرنامج سيء للغايه، يعني الزبون بس يشوف نوع الخط يتوقع الجهاز مقلد. ايضا الصوت مختلف، الصوت كانما هنالك خلل بالسماعه او السماعه الخارجيه. حاليا الجهاز اذا كان برمز مستخدم غير مدعوم الفتح الا على افنجر بوكس او يو اف اس تي التورنادو من فريق ساراس. هاي المسألة الأولى. المسألة الأخرى الغريبة بهذا الجهاز اللي انتبهت لها، أنه عندما تضع رمز الجهاز راح تصير لك مشكلة إذا كانت اللغة المستخدمة العربية، كون حسب ما أعرف أنه بالأجهزة القديمة من كنت تكتب الرمز أو كلمة السر كانت راح تكتب بالأرقام العربية اللي هي الأرقام بهذه الطريقة اللي موجودة بالساعة، وليست بالأرقام الهندية. فهذه أيضا من عيوب الجهاز. هذا ما حبيت أنوه إليه. آسف على الإطالة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.